هذا وقد استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى رعاه الله أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى مملكة البحرين الذين أعربوا عن أطيب التهاني وصادق التمنيات لجلالته بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته وعلى مملكة البحرين وشعبها بالخير والمسرات والمزيد من التقدم والرقي والتطور، معبرين عن امتنانهم وتقديرهم على جهود جلالته ودوره الكبير في توطيد علاقات البحرين مع بلدانهم والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. رحب العاهل المفدى بسفراء الدول الشقيقة والصديقة وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ودولهم، كما أعرب جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي يواصلون بذلها لتعزيز مجالات التعاون بين مملكة البحرين وبلدانهم الشقيقة والصديقة في ظل الحرص المتبادل على تحقيق كل الأهداف والتطلعات المشتركة.